من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كولغاصي. مرحبا بك. أبدأ مما نقلته أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي بأن العمليات الإسرائيلية ستستمر من 3 إلى 4 أسابيع. نعم بالفعل، وهذا الخبر أيضا كانت قد نقلته الأجهزة أو نقلا عن الأجهزة الأمنية لأحد القنوات الإسرائيلية خاصة قناة 12 العبرية بالأمس، وكانت تتحدث بأن إسرائيل تقول بأنها تحتاج شهر ونصف إضافيين وحتى تنتهي أو تكتمل هذه العملية العسكرية، وكانت قد أبلغت أيضا الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك نتحدث بأن الولايات المتحدة بعد رفضها أيضا لمجلس الأمن والقرار مشروع القرار الذي يحث لوقف إطلاق النار كانت قد رفضت هذا القرار، وبالتالي نتحدث أن الولايات المتحدة بالفعل ما زالت تدعم الخطة العسكرية الإسرائيلية التي بالفعل من خلالها تقوم بشن الغارات العنيفة سواء في المنطقة الشمالية أو في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى الخطة العسكرية التي وضعتها تحديدا إلى منطقة خان يونس التي تعتبرها القوات الإسرائيلية موقع استراتيجي وموقع مهم، لأنها تدعي أن حركة حماس تتواجد في هذه المنطقة تحديدا. ولكن المعضلة الآن هو أن إسرائيل في بداية الحرب كانت قد طلبت من مئات الآلاف من الفلسطينيين النزوح من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية، وبالتالي خان يونس يتواجد فيها اكتظاظ سكاني كبير، عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من الفلسطينيين نزحوا إلى تلك المنطقة. وكانت قد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل بداية الحرب أن ما حدث في المنطقة الشمالية صعب أن يتكرر في المنطقة الجنوبية، ولكن على ما يبدو أن الخطط الإسرائيلية الآن تحاول تكرار ما حدث في المنطقة الشمالية. وكان أيضا قد تحدث الرئيس بايدن يوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطط العسكرية الإسرائيلية وحول العملية في خان يونس. وإضافة إلى ذلك وزير الدفاع الأمريكي كان أيضا قد تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت. على ما يبدو أن الولايات المتحدة تواثق على هذه العملية العسكرية حتى نهاية هذا الشهر. نعم. الجاري هذا واضح. ولكن إسرائيل تطلب أسبوعين إضافيين، وبالتالي هي تريد أن تنتهي هذه الحرب ربما في منتصف يناير. نعم. أو حتى في آخر هذا الشهر يناير عفوا. شكرا جزيلا لك من القدس مراسلة الحدث لانا كالغاصي.